تاني معايا وبعد المحنة ما عدت وبعد الجزء الصعب أو الصفحة الصعبة ما انطوت معاكو، وقالت أنا لازم أطلع أشكر كل واحد دعالي واتمنى لي الخير واتمنى لي الصحة. هي في اعتقادها إن هي كانت في عالم الغيب والشهادة، ودعوات الناس هي اللي نجتها، دعوات الناس هي اللي ردت فيها الروح. النجمة ياسمين عبد العزيز بعد انقشاع الغمة، انقشاع تتريق الله العظيم كنت تصور عارفاك يا تتريقي تريقت جوا نفسي. النجمة ياسمين عبد العزيز النجمة ياسمين عبد العزيز في الفترة اللي فاتت ما كانتش لوحدها، بخلاف الأهل والأسرة والأحباب كان معاها شريكها وحبيبها وزوجها النجمة أحمد العوضي، اللي مش بس كان بيشاركها في الفترة اللي فاتت إنما كمان كان شاركها في مسلسلهم الأخير الناجح جدا اللي ملوش كبير، غزل والخديوي. غزل هي السيدة اللي تبان قوية جدا بل ومفترية، إنما في واقع الأمر هي كل يوم بتضرب من جوزها، هي كل يوم خايفة إنه يتعدى عليها. تركيبة مختلفة قدمتها غزل أو ياسمين عبد العزيز. الخديوي هو الرجل اللي بتستعين بيه غزل لقتل زوجها. الخديوي رجل خارج عن القانون، إنما بتحكمه كده مجموعة من التفاصيل اللي بتشكل منه معلم ابن بلد. كل العبارات اللي قالها الخديوي في المسلسل بقت على ألسنة الناس. أحمد العوضي في دور الخديوي قطع مساحة كبيرة جدا من النجاح والنجومية، وكل المصطلحات اللي قالها في المسلسل بقت الناس بتقولها، بقت مكتوبة على العربيات وعلى الكشاك والمحلات والتكاتك. على الله حكايتك يا ست، وحش الكون، هدي دنيتك. وغيرها من المصطلحات اللي بقت الناس بتقولها بإعجاب. قدم شخصية بنجاح كبير جدا أحمد العوضي في دور الخديوي. روح للي قويك وقولي له سيف الخديوي عمل معايا كيت وكيت وكيت وكيت، ألف من يدله على طريق. على الله حكايتك. مفيش فلوس مفيش اعتذار واخرك وهاتي. طب هدي دنيتك وحش الكون. بقول لك يا مستر ايجنت، انا ممكن اعمل عليك نمره بس انا راجل نمرتي تقيله هتحملها. عارف ليه يا ضنا علقتك وما رضيتش اموتك؟ عشان الطحين احلى من الكباب. لولا نزلتك وفجرك كنتش نولت شرف انك تموت على ايدي. دقات قلبك انا سامعها من عندي. سيف الخديوي، يعني انت ممكن تقبلي انك تتجوز العبد لله؟ انا خلاص بقيت فاهمك. انا لو عليا مش عاوزك تغيب عن هنا لحظه. انا بعمل كل ده عشانك. عسى لو وحش الكون انا بس اسمحك تديني فرصه تانيه وانا اغير من نفسي. ازاي طلع وانا نازل ابقى مجرم في عيون الناس؟ بيخافوا مني بس عمرهم ما يحبوني. بحبك زي عيالي ويمكن اكتر منهم كمان. انا خايف اسيبك. سامحيني يا غزل. على الله حكايتك يا سيدي. الخديوي احمد العوضي. الخديوي احمد العوضي. الخديوي اهلا اهلا المدينة. واسمه الحركي الخديوي. اهلا اهلا يا استاذ احمد. اهلا يا بطل. اهلا والله. ايه بطل؟ حب اروق عليها بس. اهلا اهلا والله العظيم. اهلا بيك يا استاذ. الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله على الله حكايتكم. المدام عيطت كتير. قالت لي ليه يا منى كده؟ قعدت اعيط كتير قوي. كنت انتوا هتلقفوا لي البعض؟ معلش انت مصدق ان انا اللي عيطت؟ اصل عيطت بقى لها اربع شهور بتعيط، فانا لما صدقت يعني الدنيا فكت معاها. انتوا هتضيفوا عليا؟ هي
هي التجربه كانت صعبه وصحت شويه وعيطت شويه وبعدين قالت لي بصي انا ما اقدرش اعيط اكتر من انا عياطي محدد الوقت ما اقدرش على النكد انا ما بحبش النكد ده حقيقة. خلاص بقى اللي حصل حصل الحمد لله الحمد لله بقى زي الفل دلوقتي الحمد لله ورجعت اهو وحش الكون الحمد لله الكلمه دي اللي جابتني القط قعدت اقول له وانا في المستشفى وانا بقى فاهم اخويا قعدت تقول لي وحش الكون وحش الكون لو كنت حاسب الكون كله واروح ده حقيقي ده حقيقي لا احسن يعني موقف غريب جدا حصل لي وهي في المستشفى فانا نازل في الاسانسير في المستشفى فست يعني ازيك يا ابني قلت لها الحمد لله قالت لي ليه كده قلت لها في ايه قالت لي قعدت تقول لها وحش الكون لحد ما البت خلصت يا عيني قلت لها طب انا يعني هي شايلتني انا الموضوع والست زعلانه مني حقيقي قالت لي ما هو برضه خلصت بسببك ترى والله انا ما يعني ما لها ذنب بس ان شاء الله هتقوم بالسلامه ما تلاقيش وكده بس هي قالت المسلسل خلص من هنا وهي دخلت يا عيني من بس الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كرمها وبتزلف زي الفل